طبعاً أنا جزء أختلف في جزئية الصراع المرتقب ما بين إيران وواشنطن، لأن في الأيام الأخيرة حدثت الكثير من المتغيرات وراح أتطرق لها بعد قليل، لكن علينا أن نقول أنه العراق بطبيعة الحال هو مؤثر ومتأثر بالمحيط الإقليمي، موقع الجغرافي، الإمكانيات التي يمتلكها هي التي تجعله وسيط ما بين الأطراف الدولية وحتى الدول الإقليمية. لطالما العراق كان جزء من هذا المحور يحاول أن يقرب وجهات النظر في فترات سابقة، وهذا تعتمد على قوة رئيس الوزراء والحكومات. يعني بعض الحكومات فشلت في إدارة الجانب الدبلوماسي والعلاقات الدولية والإقليمية، وبعض الحكومات نجحت في هذا الملف. أعتقد ما يحسب للسيد السوداني إلى الآن يحاول أن يكمل مسيرة السيد الكاظمي والحكومة السابقة. أما فيما يخص أنه هل هناك صراع مرتقب وسيدخل العراق في خفض وتيرة هذا الصراع، أعتقد لا، لأن كل المعطيات تشير إلى أنه إسرائيل وأمريكا بدأت بخفض وتيرة التصعيد مع طهران، خصوصا في الأيام الأخيرة في يوم 5 أو 4 من هذا الشهر الحالي. كثير من المعلومات تشير إلى أنه طهران حاولت أن توصل رسائل إلى الولايات المتحدة وحتى إلى إسرائيل من خلال وسطاء، سواء كانوا سويسرا أو حتى سلطنة عمان، بأننا انتهينا من إنتاج القنبلة النووية. إيران الباليستية تختلف عن إيران النووية، وبالتالي إذا كانت أمريكا تحاول أن تصعد أو إذا كانت لإسرائيل رغبة بشن هجمات الصواريخ أو رشقات صاروخية على إيران وضرب مواقع حيوية نفطية، منشآت نفطية أو حتى مواقع عسكرية، فسوف نتعامل بالسلاح النووي الذي بتنا نملكه. لذلك أعتقد أنه الأمر مع إيران ذاهب إلى التهدئة. السيد عراقشي زيارته سوف تكون يوم غدا من أجل إيصال رسائل للحكومة العراقية لضبط الفصائل المقاومة الموجودة ومحاولة تجديد الهدنة السابقة. طيلة الفترة السابقة كانت هناك هدنة ما بين فصائل المقاومة والحكومة العراقية، نجح أحد زعماء الإطار التنسيقي الذي يتسم أو يتصف بالاعتدال بنسج هذه الهدنة. والتزمت فصائل المقاومة إلى حد كبير بالالتزام بنود هذه الهدنة. في الفترات الأخيرة نتيجة الصراع الأخير والهجمات الشنعاء